منذ عقود طويلة يعتكف التسعيني محمود محمد على شجرة النخيل والاهتمام بها في منطقة المضاربة شمال لحج، حيث يمتلك بمفرده عددا كبيرا من النخل تقدر بمئة وعشرين نخلة، في مهنة اعتادها منذ الصغر ومثلت له مصدرا مهما للدخل له ولأسرته، بما تحويه من أنواع مختلفة من البلح أو ما يسمى بالخريف أو المناصف بالمسمى الشعبي. أملك 120 يعني، وما بين صفراء وحمراء وحيس، وبعدين يخرج منه يعني هكذا 40 عود هو الصاحي الذي يصلح الذي يعيش نعيشه، لكن الباقي للغنم هذا والبها النواشي ولا والناس ولا السائر والطائر. رغم أهمية هذا القطاع كمصدر للغذاء والدخل، إلا أنه يواجه العديد من التحديات في المنطقة، أهمها شحة المطر والجفاف، وهو ما تسبب بضرر كبير على شجرة النخيل وأدى إلى تساقط أغصان التمر من أعالي الأشجار، بالإضافة إلى قيام النحل بتفتيحه خلال بدايته، وهو ما أثر على موسم الحصاد وجعله مختلفا عن كل الأعوام الماضية. وتعتمد الأسرة على هذا المنتج للتصدير للأسواق المحلية كسوق البرح الذي تعثر مؤخرا بسبب المواجهات والصراع وصعوبة توصيله إلى السوق، مما أدى إلى ركود حركة البيع. ويقول محمود أنه كان في الفترة السابقة يبيع بين 30 و40 كيسا من البلح للأكلاء لبيعه في السوق، نظرا للإقبال الكبير عليه وجني أسرته الأرباح جراء بيعه أو تقديمه كوجبة وكهدايا. يعتبر هذا النخيل لنا كمصدر رئيسي سنوي، نصدر منه ونأكل منه ونشرب منه للمواشي وللأغنام يعني يعتبر مصدر سنوي رئيسي. ورغم تقادم العمر والسنين، لا يزال الحاج محمود محمد يتشبث بمهنة الصعود لأعالي النخيل والاهتمام بهذه المهنة التي ورثها صغيرا واستمر في التعلق بها رغم تجاهل الأجيال الحالية لأهمية هذا الموروث في حياة المجتمع اليمني منذ الأزل.